والبداية دايما بتكون بأهم العناوين. بعثة الأهلي تعود للقاهرة اليوم بعد التأهل لنهائي أفريقيا. كارتيرون يهدي التأهل للجماهير ويعد بتصحيح الأخطاء. العمري فاروق الإصرار وراء تأهل الأهلي لنهائي أفريقيا. الأهلي يطلب لعب نهائي أفريقيا في القاهرة بحضور جماهيري كامل. برزنتيشن سبورتس توفر 5 طائرات لجماهير الأهلي في نهائي أفريقيا. الفريق يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة الوصل الإماراتي. ليفربول يواجه ريد ستار الصربي في دوري أبطال أوروبا.